كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أنتم الصفوة، أنتم عظماء التاريخ، تساهمون في صنع جيل مثقف ومتعلم ينفع نفسه وينفع البلاد والعباد. شكرا جزيلا. أول حاجة بالنسبة للجمعية هي الدعم المدرسي، الوساطة فيما يخص الدعم المدرسي، والحمد لله اليوم كنحتفلوا بعديد ديال المؤسسات اللي كتعاون مع الجمعية وكتقري لنا الوليدات فافور دون مقابل مادي مدة سنوات. الحمد لله كتعاملوا معنا كل عام واحد العدد ديال التلاميذ كيقبلوا لنا من عام لعام وكيقراو دون مقابل مادي. لا حنا هاد الساعة هادي مع بعضنا خدمنا هاد القضية هادي إلا واحد الحالة ديال واحد البنت متخلعنا، دابا حنا كارين لها تنخلصوا لها الكرام، ما عندهاش حالة مدني، ما عندهاش عقد زياد، ما تقدرش تخدم، كون غادي يخدم شي واحد ما عندهاش لاكار. حنا دابا الحمد لله في المحكمة كنوجدوا لها الوريقات ديالها وما إلى ذلك، وكنوجدوا في واحد المدوى قانونية في هذا السياق هذا باش نترافعوا ونديروا التوصيات ديالنا للوزارة المسؤولة على هذه القضية هذه، وسيرتو الناس اللي متخلى عنهم كتجري عليهم 18 عام كتجري عليه فين غادي يمشي. المؤسسات بدات تأهل هاد الوليدات هادو وتقوم بالدور ديالها اللي هو التكوين والتعليم وتدبر على محسن وتدبر على شركه فين يخدم، وهذه بزاف المسائل ماشي هكذا 18 عام ما قالوا لي ما قال لهم واجي سير خرج. لا الحمد لله مجموعه ديال النزلاء اللي كنا تكفلنا بهم فيما يخص الدعم المدرسي، راه مجموعه منهم اللي قراو وراهم خدامين واللي تزوج واللي دار الطوموبيل ديالو بخير. كنشكر المؤسسات اللي هما كيتعاونوا معنا تيقارنوا وليدات فابور، وكنطلبوا من جميع المؤسسات انهم يتعاونوا ويحلوا الابواب ديالهم لهاد النزلاء هادو، لانهم هما متخلى عنهم ما يمكنش شي واحد غادي يخلص عليهم ولا كذا. داكشي علاش مزيان يبقاو يتعاملوا هكذا يقراو الوليدات مجانا باش يقدروا حتى هما يقراو ويخدموا ويحققوا الحياه الكريمه ان شاء الله. اللي كتقوم بها كما كنشكر جميع المؤسسات التعليميه على هذه البادره، وكنتمنى مؤسسات اخرين تبقى يفتحوا على هاد الوليدات اللي كيكونوا في وضعيه زعما كنتمنى لهم مستقبل زاهر. عونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.